مرحبا، صار لي زمان ما حكيت عن توقعات العالمية. هيدا الأسبوع طلع على بالي أحكي لأنه شفت قدامي طبعا في تأثيرات فلكية، مواقع فلكية كتير مهمة. طلع على بالي أذكرة ورح حطها بكل برج، يعني كلكم عم تسمعوا، كل الأبراج عم تسمع التوقعات العالمية اللي هي قصيرة رح أعملها باختصار. في عنا قمر جديد تأثيراته رح بتكون كتير مهمة هذا الأسبوع. هالتأثيرات رح تبدأ من 25 تقريبا، هي كل هذا الأسبوع اللي هو من 25 تموز يوليو حتى 3 و4 آب أغسطس. هذه هي التأثيرات العالمية. القمر الجديد هو بتاريخ 28، ابتداء من 25 رح نبلش نحس بتغيير، يمكن بالطقس، ان كانت امور، طبعا اكثر شيء هي الامور الطبيعيه، طبعا هنالك عنف بالطريقه اللي بتتصرف فيها الطبيعه، سواء كانت حرائق اللي هلا والعانة تقريبا، يمكن حتى اكثر مما هو متوقع. انا لما بحكي عن الظروف الطبيعية او اي مسألة بتكون اكثر من المعتاد، مش عم بحكي عن شيء طبيعي، عم بحكي عن شيء يمكن اكثر من اللازم، لانه طبعا بسبب العوامل الفلكية اللي انا شايفتها قدامي. اذا في عنا من 25 بتبلش الامور الطبيعية تزداد سوءا او مبالغة بامرها او ازدياد، يعني سواء على صعيد الحرائق الحرارة، سواء يلي اصلا هن مبلشين، سواء على صعيد الزلازل البراكين، كل الامور، حتى الرياح الشديدة بتصير اقوى واقوى، يمكن حتى الامور تتعلق بوسائل نقل. كل هالامور بتبلش من 25 الشهر تموز يوليو 2022، نوصل لنقرب ل 28 29 30 31 1 آب أغسطس، بيصير في عنا نوع من عنف أكثر وأقوى، عنف أكثر وأقوى، يعني بنحس إنه حتى نبلش نحس بالعنف من خلال الناس، الشعب عم بحكي طبعا أنا على صعيد عالمي، الشعب سواء كانت طبعا الكوفيد يلي طلعت بتصير تمتد بشكل كتير قوي everywhere تقريبا، بيصير في عنا حالات أقوى، بيصير في عنا نوع من عنف ببعض البلدان، بيصير في عنا يمكن حتى تعرض عالميا لأشخاص، عالميا عم نحكي، يمكن يكون في عنا الطبيعة تنفجر من ناحية البراكين، نحن بنعرف هالشيء، أو النيران يعني الحرائق، أو حتى طبعا بنعرف في حروب في بعض المناطق، عم نسمع طبعا بأوكرانيا وهكذا، يمكن تشتد بتصير عنيفة جدا هذه الأمور، عدا أنه في كتير من المسائل العنيفة ضد بعض الأشخاص العالمية يمكن حتى بتتعرض لهذه المضايقات، ويمكن بيصير في عنا نوع من حتى السفن ووسائل النقل هي أكثر شيء كمان معرضة. منكمل طبعا احنا وصلنا لواحد اثنين آب، منكمل لثلاثة وأربعة آب، الأمور بتضل صعبة، في عنا طبعا الحرائق، هنالك دمار لبعض الأبنية اللي بتصير بنشعر فيها، ومش عم بحكي عن أبنية بسيطة، عم نحكي عن دمار كمان يمكن يكون بسبب زلازل معينة أو حتى فيضانات طبعا مدمرة. عم بحكي إذن باختصار هذا الأسبوع أو هالفترة اللي ذكرتها من 25 ل 4 آب أغسطس هي فترة كتير دقيقة على صعيد الطبيعة، على صعيد الشعوب، على صعيد الحوادث في وسائل النقل، طبعا على مختلف المستويات، وأنا عم بحكي لأنه الظروف الفلكية هي يلي عم بتدل لهذا الشيء. هلأ بتقدروا تتابعوا أبراجكم الأسبوعية، بتمنى للجميع أسبوع سليم وحلو كتير، وإلى اللقاء. مرحبا مواليد برج العقرب، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 25 للاحد 31 تموز يوليو؟ شو في عنا بهذا الاسبوع؟ هذا اسبوع كتير 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 مهم، هذا اسبوع مهم لكم لانه الشمس موجوده برج الاسد الناري بالنقطه الاعلى بالدائره الفلكيه، هذا شيء كتير مهم بالاصل، وانا حاكي عن هالموضوع ببرجكم الشهري، اللي ما سمع لازم يرجع يسمع برجه الشهري. ايضا في عنا التقاء للقمر يعني نيو مون بمرج الاسد بالنقطة الأعلى عندكم دائرة الفلكية، يعني مش بس مهم، صار مهم جدا جدا جدا، وذلك يوم الخميس 28 تموز يوليو. خلونا نسمع ونشوف كيف بده يكون هذا الأسبوع على الصعيد الشخصي. الاثنين 25
تموز، القمر موجود ببرج الجوزاء حتى الساعة 9 المساء توقيت بيروت، يعني موجود بالبيت الثامن. طبعا الشمس بالبيت العاشر، يعني في عنا عند موالي برج العقرب تداخل في المعطيات، متطلبات كبيرة تدخل على الخط، نهار طويل لإلكم، معاملة رايحة، اتصال رايح، تليفونات ما عم تهدأ، ما عم يردوا عليكم، كملوا وثابروا. ابتداء من 9 المساء توقيت بيروت كل الثلاثة وكل الأربعة القمر ببرج السرطان، رح بتلاقوا نتيجة، رح بتلاقوا مين يرد، رح بتلاقوا مين يسهل العمل، رح بتلاقوا مين يسلكم أموركم، ومين حتى بيفتحها بوجهكم. أجواء كتير حلوة بترافقكم، وأعتبر هذه الفترة من أجمل الفترات. رح كرر من التنين 9 المساء توقيت بيروت الصيفي، تحديدا حتى الخميس 28 صباحا الساعة 9:40 دقيقة توقيت بيروت صباحا. هيدي الفترة القمر بيكون موجود ببرج السرطان، صديق لكم، برج مائي، عم بيشكل مربع مع برجكم. أضف إلى ذلك أنه كوكب الزهرة طبعا موجود ببرج السرطان. وإذا بدنا ناخد زاوية ثالثة من نبتون يلي هو موجود ببرج الحوت، بيكون عندنا سكر المثلث الفلكي وصرته بأجمل فترة بهذا الأسبوع. ننتقل ليوم الخميس يلي هو اليوم يلي فيه تراصف للقمر والشمس، النيومون، الخميس الساعة 9 المساء بفي تراصف. كل الخميس، كل الجمعة، كل السبت، تحديدا السبت حتى 9 المساء توقيت بيروت القمر ببرج الأسد. انتو هون صرتوا محور اهتمام، الكل مهتم بعملكم بشغلكم. في ناس عم بتراقب الخطأ، في ناس مبسوطة فيكم، عم بتراقب نجاحكم وتقدمكم. لأنه قمر جديد في البيت الأعلى، هذا احتمال أن تكونوا عم تبنوا أو عم بتخططوا أو عم بتحطوا أسس جديدة لعمل جديد، لحياة جديدة، لخط جديد، لمسار جديد. فترة كتير مهمة بانتظاركم، وهذه الفترة تقريبا ترسم خط لست اشهر مينيموم على الاقل. يمكن يكون زواج، يمكن يكون عمل جديد، يمكن تتركوا عملكم، يمكن تروحوا عمل اخر، او اي مسألة مهمة بحياتكم تقع تحت تأثير هذا القمر الجديد ببرج الاسد. طبعا الخميس، الجمعة والسبت هي فترة تحمل تقلبات مزاجية، فكونوا حذرين. السبت 9 المساء توقيت بيروت القمر بيروح لوين؟ لبرج العذراء. الاحد، هيدا السبت 9 المساء، الأحد 31 آخر يوم من الشهر، القمر بيكون ببرج العذراء. القمر ببرج العذراء بيغير الجو، بيلطف الجو، بيدخل عليكم جو إيجابي، جو مساعد، بطلتوا لحالكم، بتخف الضغوط، مثل اللي ماشي 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 وأخيرا بيوصل للمحطة أو بيوصل للمطرح اللي بيريده وبينزل من إيده. فأجواء حلوة، مش بس هيك، بتلاقوا مين يحمل معكم أو يساعدكم أو يساندكم، أو بتلاقوا حدا يعطيكم فكرة خلاص، فكرة إنقاذ، فكرة حل وانشراح. هيك بتنهوا في هذا الأسبوع وهذا الشهر. لكن بدكم تنتبهوا من تأثيرات كوكب المريخ وتأثيرات كوكب أورانوس إذا كنتم من مواليد 10، 11 و12 نوفمبر. تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. إلى اللقاء، باي باي.